إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة التي سنشاهد فيها مراجعة لبرنامج إي شير الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. ساعدنا في الحلقة السابقة إخواني كيفية تثبيت هذا البرنامج على التلفاز وعلى الهاتف. بعجالة سأعطيكم تعريف لهذا البرنامج. برنامج إي شير إخواني هو برنامج يجعلك تتحكم بالتلفاز بكيفية جديدة، يعني بكيفية جميلة جدا. يمكنك إظهار الفأرة على التلفاز ويعني يعني فتح أي برنامج تريده على التلفاز، وكذلك يمكنك إظهار شاشة التلفاز على الهاتف، وكذلك العكس يمكنك إظهار شاشة الهاتف على التلفاز والتحكم فيها كما تريد. يمكنك إظهار أي فيديو تريده على التلفاز المتواجد على هاتفك، أو أي أغنية أو أي صورة أو أي شيء آخر. بعجالة نذهب مباشرة ونفتح البرنامج. هذه هي الواجهة. كما تلاحظون اول شيء يظهر في البرنامج هو الليست دي سيرفر او ليست سيرفر. فعلا الهاتف هنا اخواني يقوم بالبحث على اجهزه التلفاز التي اول مرتبطه بنفس شبكه الواي فاي. هذا الهاتف وهذا التلفاز مرتبطين بالواي فاي الذي اظهر على الشاشه. ساقوم بالضغط على التلفاز كما تلاحظون اخواني. سافتح البرنامج. هو اول برنامج هو البرنامج. اول خاصية إخواني سنشاهدها هي الميرور دي بيرو أو الميروار أو إظهار شاشة الهاتف على شاشة التلفاز على الهاتف. سأظهر شاشة التلفاز على الهاتف. هذه هي كما تلاحظون. سأقوم باستعمال التاتش سكرين على الهاتف مثلا. سأفتح برنامج يوتيوب هكذا كما تلاحظون. يمكنني استعمال تاتش سكرين والضغط على أي شيء. سأعود مثلا إلى الواجهة، واجهة التلفاز كذلك كما تلاحظون. سأضغط هنا وسأعود إلى الواجهة، واجهة التلفاز. هذه هي الخاصية الأولى إخواني. الخاصية الثانية وهي إظهار شاشة الهاتف على التلفاز، أي العكس. قمنا بإظهار شاشة التلفاز على الهاتف، الآن سنقوم بالعكس، إظهار شاشة الهاتف على التلفاز. سنضغط هنا إخواني. نضغط على كومونتي. سنعيد الكرة لأنه لا يشتغل دائما في المرة الأولى، لا أعلم لماذا. سنضغط هنا كما تلاحظون وسيشتغل. كما تلاحظون أظهرنا شاشة الهاتف على التلفاز. سنعود إلى البرنامج. سأفتحه وسيقوم عفوا سأفتح البرنامج ثم سيقوم بالعودة إلى واجهة التلفاز. هناك خاصية أخرى وهي إظهار الكاميرا. يمكنك إظهار كاميرا الهاتف على التلفاز كما تلاحظون. هذه هي كاميرا الهاتف كما تلاحظون. وهناك خاصية أخرى إخواني وهي الريموت كنترول. قبل الريموت كنترول إخواني هناك خصائص أخرى. يمكنك إطلاق أي موسيقى تريدها على الهاتف مثلا. سأقوم بإطلاق هذه الموسيقى مثلا. ويمكنك هذا هو الفوليوم. يمكنك كذلك هكذا التحكم في الموسيقى كما تريد. يمكنك إظهار الفيديوهات والصور إلى آخره. يمكنك إظهارها على الهاتف. أي صورة يمكنك أن تظهرها على التلفاز. الأهم هو الريموت كنترول. سنذهب هنا إلى الريموت كنترول. يمكنك إظهار فأرة الفأرة على التلفاز كما تلاحظون. يمكنك استعمالها، فتح أي برنامج إلى آخره. يمكنك الدخول هنا إلى تي في أو هنا. هناك زر الباك إن أردت العودة إلى الوراء. يمكنك مثلا حفظ أي برنامج تريده هنا. أي برنامج مثبت على التلفاز يظهر في هاتفك كما تلاحظون. سأفتح مثلا برنامج ياسين تي في كذلك مثلا كما تلاحظون. ويمكنني استعمال الفأرة كذلك كما تلاحظون. سأفتح هنا، سأضغط هنا وافتح مثلا البي ام بريميوم 1 او 2 او 3. سافتح البرنامج اخر اللي هي تي في لان هذا الفي 3 هذا الفي 2 كما تلاحظون. هذا البرنامج هو الذي يدعم التلفاز. الفي 2 هو الذي يشتغل في التلفاز. يمكنك كذلك يعني اظهار الازرار هذه الازرار. يمكنك الذهاب الى اليمين الى اليسار والى الاسفل كذلك. ثم يمكنك الذهاب من الاعلى الى الاسفل كما تلاحظون هكذا. هكذا أسفل أعلى أسفل أعلى.
هذه الخاصية تسلك جيدا كذلك في الواجهة. يمكنك الذهاب إلى الأعلى إلى الأسفل كذلك. يمكنك الذهاب يمين يسار إلى كما تريد. ثم أو استعمال الأزرار كما قلت. يمكنك التحكم في الفوليوم كذلك كما تلاحظون الفوليوم يظهر. ويمكنك كذلك البحث باستعمال الكيبورد. يمكنك استعمال هذا الكيبورد على التلفاز مباشرة إخواني. يمكنك إظهار الكيبورد في أي مكان تريد البحث فيه. يمكنك أن تكتب في التلفاز، عفوا تكتب في الهاتف، وما كتبته في التلفاز يظهر على ما كتبته هنا في الهاتف يظهر على التلفاز. هنا يعني هذا البرنامج يظهر أنه جميل جدا، ويمكنك التحكم في التلفاز، ويصبح التلفاز له يعني طعم آخر. يعني يمكنك التمتع بالتلفاز بنوايا أخرى، يمكنك إظهار أي شيء على التلفاز وكذلك العكس. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو إخواني. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك أو سبسكرايب وبارتاج كذلك. إلى هنا ينتهي الحلقة. إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء.